نسمع من المنافسين لما يتكلم مثلا ميسي، لما يتكلم لوتارو، لما تسمع من منتخب بولندا، لما تسمع من المكسيك، في كلام عن المنتخب السعودي. احنا قاعدين نسمع من المنتخب السعودي عن المنتخب السعودي، ولا نسمع عن المنافسين. هذه برضو سياسة ثانية طبيعي جدا، لأن أنت اليوم اكتمال عملك في التحضير لأي بطولة ما يكتفي داخل الملعب. بس انت ما تتكلم عنهم اي جمله، يعني انت ما تتكلم عن الارجنتين، ما تتكلم عن بولندا، ما تتكلم عن المكسيك. تسمع في اشارات، في مؤشرات اليوم لما تتكلم. حتى شوف في 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 حديث سمو سيدي الامير محمد في المقابله مع اللاعبين، قال احنا مجموعتنا قويه، احنا وضعنا مع منتخبات قويه وافضل مننا. هذا مؤشر. اليوم حتى احنا لما قاعدين نتكلم في الاعلام والنوعية المباريات حتى اللي قاعد مختارها هيرفي ريناد، مختار نوعية مباريات كيف لما الفرق تضغطك، هذا يعطيك مؤشر اصلا ان الفرق اللي بتلعب معها افضل منك، فبالتالي اسلوب وطريقه هيرفي ريناد حتكون مختلفه. فبالتالي انت احيانا ترى حتى عمليه المبالغه في تعظيم خصمك ترى سلبيه. صحيح. لما تتكلم اوه الارجنتين اقوياء، الارجنتين، تخيل هذا الكلام يتردد، ايش حيرسخ في اذهان اللاعبين؟ انه والله هذا صعب، يعني مهما سوينا ما راح نسوي شيء، وهذا شيء خطا. في فرق لما انا اجي العب باريحيه، احترم خصمي، ولكن انا لي قدرتي، لي امكانياتي اللي حسعى عليها. لذلك شوف احنا في الثلاث مباريات الجايه ما نبحث عن نتيجه، احنا اليوم كمتابعين شو نبغى نشوف؟ المنتخب نبغى نشوف هل في ترابط للخطوط، انسجام بين خطوطه، هبي نشوف كيف المنتخب حيكون على مستوى الضغط من عمق الملعب، كيف حيكون شكل المنتخب لما يقطع الكوره. انت مش حتتسيد المباريات، ربما تصير اشياء ثانيه، نحن نتكلم على الورق، لكن انت كيف حتكون فريق مختلف لما تاخذ الكوره، لما تنقطع الكوره. شوف الفرق، اي فريق قوي تلعب امامه حالتك الوحيده لمباغته عند قطع الكره، ما حيكون بالجوده الهجوميه اللي عنده. كيف حتكون كرتك الطويله؟ كيف حتستغل السرعات؟ كيف حيستثمر انصاف الفرص راس الحربه؟ هذا اللي احنا نبغى نشوفه في منتخبنا من خلال ثلاث مباريات. عشان كذا احنا نقول مثل ما تفضل الزملاء، نبي نساند، احنا معاهم، وان شاء الله تكون المباريات الوديه الجايه اكثر جوده، افضليه، اكثر جاهزيه، حتكون تعلي الذهنيه اللي موجوده عند هيرفي ريناد واللي سمعناها من حديثه.